أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل: سمعت أحد المسؤولين في الصحة يحذر من الأماكن المزدحمة فيما يتعلق بالمرض الحادث الآن. سمعت أحد المسؤولين في وزارة الصحة يحذر من الأماكن المزدحمة بالخطر عن مرض إنفلونزا الخنازير. نعم الله يتعالى. فما هو حكم الذهاب إلى مكة لأجل العمرة وصلاة التراويح والإكثار من ذلك؟ وهل يأخذ حكم الطاعون؟ نعم، ما منعوا من الذهاب إلى مكة ولا منعوا من الصلاة في المسجد الحرام، إنما يقولون لا تجنب الزحامات، تجنب الزحامات من باب التوقي. ولا الصلاة ما منعوا منها، ولا منعوا من الذهاب إلى مكة، ولا منعوا من الحج والعمرة، إنما يقولون اذهب لكن توقف الزحامات، لا تدخل فيها، ابتعد عن الزحامات. نعم، الاجتناب الزحامات حتى لو ما فيه حمى خنازير، اجتناب الزحامات مطلوب، ما تدخل الزحامات وتضايق الناس وتضايق نفسك. إذا كان مع هذا يخاف من المرض فلا شك أنه يتأكد تجنب الزحامات. نعم.